ولكنه يبقى عندنا هنا بعض المطالب. ما هو المراد من اليوم؟ التفتوا جيدا، اليوم له اصطلاحات متعددة واستعمالات متعددة في القرآن الكريم. نحن عندما نسمع اليوم مباشرة ذهننا ينصرف إلى ماذا؟ ها؟ إلى اليوم المادي، إلى المصداق المادي. وهذا حذرنا منه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في مقدمة هذه الأبحاث، أن الألفاظ الواردة في القرآن الكريم لا ينبغي أن تحمل على مصاديقها المحسوسة وعلى مصاديقها المتحققة في نشأة المادة. إذا سمعنا القلم لا يتبادر ذهننا إلى القلم المادي المحسوس، إذا سمعنا اللوح، إذا سمعنا العرش، إذا سمعنا ونحو ذلك من الألفاظ. اليوم أيضا كذلك، اليوم عندما نسمعه يتبادر ذهنك إلى أي معنى؟ ها؟ يتبادر ذهنك إلى هذا المعنى المتعارف. ما هو المعنى المتعارف؟ هسه إما المراد منه النهار، وإما المراد منه الليل، وإما المراد منه مجموع الليل والنهار. يعني هذا اليوم وهو يوم السبت في قبال يوم آخر وهو يوم الأحد، ومجموع هذه الأيام مجموعها يشكل الشهر، ومجموع الشهور يشكل عندنا سنة ونحو ذلك. القرآن الكريم عندما يقول يوم خلق الله كذا في يومين أو في أربعة أيام، وكلما يأتي لفظ اليوم هل لابد أن نحمله على مصداقه المادي أو أنه لا دليل يدل على ذلك؟ بل الدليل على العدم، أي منهما؟ ها؟ من الواضح الله سبحانه وتعالى عندما يقول خلق السماوات والأرض في يومين وقدر أقواتها في أربعة أيام، هل المراد من اليوم هذا اليوم الاصطلاحي؟ خلق السماوات والأرض، وهذه الأيام متى وجدت؟ تحققت بعد تحقق السماوات والأرض. إذن قبل تحقق السماوات والأرض كانت أيام بهذا المعنى أو لم تكن هناك أيام بهذا المعنى؟ ها؟ لم تكن هناك أيام بهذا المعنى. إذن لا معنى لأن نحمل اليوم على ماذا؟ ها؟ على هذا المعنى الاصطلاحي. الله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. خب يا ماء، هذا الماء نفس الماء الذي في زماننا في عصر في عالمنا، ماء أو ليس بماء؟ ماء، هذا الماء مقصود. خو الآية تقول وجعلنا من الماء، خو الماء شيء أو ليس بشيء؟ يعني هو مخلوق من الماء؟ ما إلى معنى يعني. إذن وجعلنا من الماء، هذا الذهن العرفي شنو يفهم من الآية؟ ما عندي علاقة. ولكن الآية تقول وجعلنا من الماء كل شيء، وهذا الماء في 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 عالمنا في نشأتنا شيء أو ليس بشيء؟ ها؟ وهذا هم أتينا مجعول من الماء، فإذا ذاك الماء شيء وهذا الذي في 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 نشأتنا ماذا؟ شيء آخر. إذا لابد أن تحفظ هذه الأمور. إذا عندما نقول يوم، هذا اليوم له معناه كل في حسب بحسبه. فلهذا تجد القرآن الكريم عندما يأتي إلى الأيام الإلهية يقول إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعد. إن يوما، ولكن مو مطلق اليوم، إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. هسه هذا من التشبيه للتقريب إلى الذهن. ثم يا سنة، هذه السنوات عندنا هذا المراد تقريب إلى الذهن، لو واقع مثلا من حيث الحقيقة واحدة ولكن من حيث الطول والقصر يختلفان. خب هذا لابد كل نقف عنده في محله المناسب لنبين ما هو المراد منه. فلهذا تجد بأنه سيد السبزواري رحمة الله تعالى عليه هنا يقول في الجزء الأول صفحة 32، يقول ومما يدل على عدم التحديد في اليوم قوله تعالى إن يوما عند ربك كألف سنة، وقوله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وقوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين، بناء على أن اليوم المعهود لدينا إنما حدث بعد خلق السماوات والأرض. هسه أنا ما أدري هذه بناء
يعني يتصور أن اليوم هذا اليوم المعهود عندنا مخلوق قبل السماوات والأرض، وهو منتزع من ماذا؟ من دوران الشمس والقمر. هسه هذه بناء، أنا شنو جاي هنا أنا ما أدري يعني. بناء على أن اليوم المعهود لدينا إنما حدث بعد خلق السماوات والأرض، ولا وجه لأخذ الحد الخاص الحاصل من خصوصيات عالم معين في معنى الكلمة الذي هو عام وشامل لجميع العوالم. واضح صار؟ هذا من قبيل لفظ القلم، في نشأتنا له معنى وله مصداق، ولكنه في النشآت التي فوق نشأتنا له نفس المصداق أو له مصداق آخر. ها، إذن اليوم أيضا من المعاني العامة، في نشأتنا له مصداق، وفي النشآت التي قبل نشأتنا وفوق نشأتنا وبعد نشأتنا أيضا ماذا؟ له مصداق آخر. إذن قوله تعالى مالكي أو ملكي يوم، ليتبادر إلى ذهنك هذا اليوم كالأيام الموجودة عندنا، يعني أيام زمانية، ولكن هذا اليوم هنا 24 ساعة، فليكن هناك مثلا 24 ألف مليون سنة، مو هالشكل. هذه بعد المصاديق لابد أنت تحفظها كل في مورده المناسب له. المهم هذه النكتة لابد أن تحفظ. في أنا إنما بيّنت هذه النكتة حتى تأنسون اصطلاحات القرآن، كيفية تكلم القرآن. مباشرة عندما تسمع آية من آيات المباركة في القرآن الكريم، ذهنك لا ينصرف إلى المصاديق التي في نشأتنا، وإلا إذا هالشكل ثم تدافع عنه، أصالة الظهور هالشكل، اللغة هالشكل، لا لا لا، أصالة الظهور واللغة في محلها، وبيان المراد من الآيات المباركة له شأن آخر. هذه الكلمات لها كل في موردها المناسب معناها المختص بها. يعني مثلا نحن عندنا بحث في المعاد، إن شاء الله سيأتي في محله المناسب من الأبحاث التفسيرية، أن المعاد امتداد لنشأة الدنيا أو ليس امتداد لنشأة الدنيا، أي منهما؟ إذا كان المعاد امتداد لنشأة الدنيا، فبطبيعة الحال يكون محكوما بنفس القوانين الموجود في هذه النشأة من الأيام والليالي والساعات والشهور والسنين والقرون وإلى غير ذلك. أما إذا قلنا لا، أساسا الآخرة نشأة أخرى ولها قوانين خاصة بها ولا علاقة لها بهذه النشأة إلا في القوانين العامة للوجود، إذن بعد لا تتوقع عندما نقول هناك يوم، يومان، سنة، سنتين، ذاك لها أحكام أخرى. فلهذا في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام عندما جاء إلى قضية صلاة إبليس في السماء الرابعة، صلى لله ركعتين في 6000 سنة لا يعلم أمن سني الأرض أو سني السماء. شنو السنتين؟ السنة الأرضية غير السنة السماوية، ولابد بناء على هذا الكلام بل السنة الأرضية شيء والسنة السماوية شيء آخر. هسه سيد السبزواري رحمة الله تعالى عليه في صفحة 34 من أمط العنوان، بودي أنه إذا عدهم هذا الكتاب، لأنه نادر الوجود، إذا عدهم هذا الكتاب يرجعون إليه. يقول وإنما ذكر الله عز وجل مالك يوم الدين مع أنه تعالى مالك لجميع ما سواه ولم يخرج عن ملكه شيء، لماذا إذن خصص هذا المصداق مع أنه هو المالك لكل ما سواه مطلقا؟ يقول لأن يوم الدين مظهر ثبوت الوحدانية المطلقة، ومن هنا خصه بالذكر. إنما خص بالذكر أنه مالك يوم الدين باعتبار أنه لمن الملك اليوم؟ ها؟ لله الواحد القهار. يعني الآن في نشأتنا في هذا اليوم الذي نعيش وهو يوم العمل، الملك لله، الملك لله، ها؟ خب لا إشكال ولا شبهة أن الملك في هذا اليوم وهو نشأة الدنيا لله، وأن الملك في ذاك اليوم وهي نشأة الحساب الملك لله. ولكن هناك ظاهرة وهنا ماذا؟ باطنة. هنا قد ينكرها البعض، ولكن هناك يوجد مجال للإنكار أو لا يوجد؟ لا يوجد مجال للإنكار. تظهر الحقيقة، تظهر حقيقة الحق سبحانه وتعالى للجميع، ويعلمون أن الله هو الحق
مبين. يعني الله حق مبين الآن كذلك أو ليس كذلك؟ الله الآن حق مبين، ولكنه نعلم أو لا نعلم؟ ها؟ البعض يعلم والبعض لا يعلم، ولكنه في يوم الجزاء الكل يعلم، ويعلمون أنه أو أن الله هو الحق المبين. فلهذا يقول: مع أنه تعالى مالك لجميع ما سواه ولم يخرج عن ملكه شيء، لأن يوم الدين مظهر ثبوت الوحدانية المطلقة والربوبية العظمى الإلهية عند الكل وانقهار الجميع تحت قهاريته، وهو يوم ظهور فساد الشرك الذي توهمه الناس بزعمهم وخيالهم. فيوم الدين يوم يظهر فيه التوحيد الحقيقي والعدل الإلهي، ومن هنا خص بالذكر، وإلا فهو المالك لجميع ما سواه. هذا فيما يرتبط في صفحة 34 من الجزء الأول من المواهب.